اسمي مجد، وهي حالتي. نحن عايشين بلبنان هلأ. أبي بقلنا نحن من سوريا، وبعدنا كمان بسوريا. أبي قال إنه الناس السيئين لحقونا وجبرنا نهرب، مثل المليون ونص اللي هربوا من بلدي. أبي بيقول إنه أنا صرت لاجئ مع إني طفل، مثل الطفل يسوع لما اضطر يهرب مع أبوه وأمه. أمي كانت تهتم بالبيت، بس هلأ هي مريضة. لما ما يكون عندنا شيء نطبخه، أبي بيروح على محل اللي فيه المطران وزع أكل. أحياناً نحن اللاجئين منروح ناخذ سلة منظفات من عند المطران. بعيد الميلاد عائلتي أحياناً بيكونوا وحدين وزعلانين وبيشتاقوا كتير لبلده، وأحياناً بيبكوا لأنه أبي قال أنه كان عندنا بيت حلو وكنيسة كمان حلوة بعيد الميلاد، بس هلأ كل شي راح. بس نحن ما بنشكي لأنه أبي بيقلنا أنه لازم نشكر الله. أنا بتمنى بعيد الميلاد أنه كل الناس تفكر بالعيال يلي مثلنا وتساعدنا نحن اللاجئين حتى نحصل على مستقبل حلو. ميري كريسماس to all of you.